نسمع الآية. قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. إيش يعني جناحك؟ واخفض جناحك. إحنا إلنا جنحان؟ نعم إلنا جنحان، وهي من خلالها نرتفع على الناس، سواء جناح عن طريق المنصب، جناح عن طريق المال، جناح عن طريق العلم. شو مطالب؟ واخفض جناحك، لا تتطاول على الناس. وخطاب لمن؟ لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نحن إخواني في الله؟ إياك التطاول على الناس، واخفض جناحك، وخصوصا لمن؟ لإخوانك. بعض الناس التعامل معه عسر. البارحة حاولنا أن ندخل في صلح بين متخاصمين وهم من الأرحام، فالأول هو شبه طالب علم ونحسبه ولا نزكيه على الله، فاستجاب لما أملأناه عليه ومشى معنا. أما الثاني وهو أخوه من عامة الناس، لا إله إلا الله ما أصعبه، لا يقبل لا آية ولا حديث ولا هدي ولا سنة ولا عادات ولا تقاليد. قلت سبحان الله، كيف الدين يهذب النفوس. فالشخص من غير دين يتطاول على الناس، إياك أن تتشبه بمن ليس عنده دين. اخفض جناحك للمؤمنين. أما الأول أقل من 10 دقائق كلين. أنا ما بحب أتدخل في الإصلاح بين الناس مع العوام، ما بعرف احكي معهم يا اخي. قل له قال الله، قال لك صح يا شيخ بدي اتعذب. وقول لي امبارح، قول لي عادي بدي اتعذب عشان يا رجل استصغر حالك وجوز صبح ميت. اما الاول عنده دين، فلان خلال 10 دقائق كان لين. اما الثاني قال أكثر من نصف ساعة وكلام متصل حتى رأسي أوجعني ولم يلين إلا أن يشاء الله. يا جماعة أهل الديانة هم الذين نفرح بهم، ما أسهلهم، ونحسبهم ولا نزكيهم على الله. والله حياة من غير أهل الديانة ليست بحياة، دخول جهنم عذاب. لكن من العذاب الآخر أن تكون مع أبي جهل ولا مع إبليس. لا يا رب، عذاب آخر، عذاب آخر. تحرم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. أي والله مشتاقين له، مشتاقين نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، مشتاقين لأبي بكر وعمر، نقرأ عنهم ونسمع عنهم، والله مشتاقين لهم، حابين نكون معهم. والله ما بنحب أبو جهل ولا إبليس. فكيف تقبل بنفسك أن تسهر وتجلس وتصاحب ضعيفي الإيمان أو تبتعد عن إخوانك في الله؟ والله درس شيخنا مشهور طبعا. صراحة أنا قلت للشيخ وسامحوني بالكلمة، مش تطاول لا والله، قلت له شيخنا ارفع مستوى الدرس، يعني أنا بطلت أستفيد، حاب أستفيد، ومع ذلك ظليت أروح على الدرس بس عشان أشوف إخواننا في الله. بيك في الجامعة إلا يكون في فائدة قليلة، بس بستفيد شيء قليل، لكن الأهم رؤية إخواننا في الله، الجامعة مع إخواننا في الله. شو تدخل هيك تتفرج اللهم بارك 500 واحد ولا اكثر؟ والله في ناس من يوم درس الشيخ له 3 سنين موقف لغايه الان ما شفته.
وفي ناس اتصلنا فيه وما عرفناش نصله، كنا نشوفه وين؟ هاي رؤية الصالحين، هذا اللي بثلج صدورنا، رؤية إخواننا. فبالتالي أحبائي في الله، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. مع إخوانك جناحك مقصقص.